طيب السؤال الثاني يا ابو الوليد. السؤال الثاني في بالنسبه لقيام الليل، انا اقرا في المصحف، اقرا والمحل الذي وقفت فيه اذا كان في اوقات بعد الصلاه ولا كذا اكمل من المحل الذي وقفت فيه في اثناء الصلاه، واكمل المصحف كذا، ما ادري هو جائز ولا لازم تكون ختمه الصلاه لحالها وختمه القراءه الثانيه لحالها يعني. طيب شكرا يا ابو وليد. لا باس بذلك يا اخي، لا باس بذلك انك تقرا في قيام الليل ثم تقرا في خارج الصلاه ما وقفت عليه في صلاه الليل حتى تكمل المصحف، لا باس بذلك. نعم.